جزاكم الله خيرا. تقول بالنسبة لصيام الاثنين والخميس، إذا صامهما الإنسان فهل يجب عليه أن يداوم أم لا؟ صيام الاثنين والخميس سنة، من فعلها فله أجر ومن تركها فلا حرج عليه كسائر السنن، ومن صام الاثنين والخميس فله من الأجر بقدر ما صام ولا يلزمه المداومة، لكن تستحب له، يستحب أن يداوم عليها لأنها خير، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لا شك أن المداومة أفضل ولكنها لا تلزم.